باسم حزب الاتحاد الديمقراطي حزب الشهداء بيان إلى الرأي العام في 12 من آذار تمر علينا ذكرى انتفاضة شعبنا ضد الطغاة الدكتاتورية المستبدة التي كانت تنوي كسر إرادتنا، لكن إرادة شعبنا إلى الحرية جعلت ينهض في مواجهة الظلم، فانطلقت الشرارة من قام شلو وأيعنت شعلة الانتفاضة وانطلقت من مدينة إلى أخرى، بداء من قام شلو مرورا بديريك وصولا إلى دمشق وكافة أنحاء العالم، حيث قال الشعب كلمته في وجه الجلادين. واليوم نستذكر تلك الانتفاضة المجيدة في ظل الانتصارات التي يحققها شعبنا على كافة الأصعدة في ثورة أخوة الشعوب التي تناضل في الاستبداد وتحارب الإرهاب في أكثر من جبهة، وفي ظل التهديدات التركية على شمال وشرق سوريا نجدد عهدنا لشهدائنا انتفاضة قام شلو، ونؤكد استمرار ثورتنا ولن تطفأ شعلة الحرية من تاريخ بدء الانتفاضة وحتى هذه اللحظة، وأثبت للعالم أن شعوبنا شعوب حية تواقت للحرية والديمقراطية، ويتجلى في مشروعنا الديمقراطي المبني على أساس الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، ليكون ذلك نتيجة واستمرار الانتفاضة 12 آذار 2004. بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالدم نفديك يا شهيد.